مدينة الشباب 2030 في نسختها التاسعة تتنوع فيها البرامج التدريبية والمشاريع العملية الموجهة للشباب والأطفال. هذه المدينة اللي تطلع علينا كل عام بحزبة من البرامج الاحترافية لتصقل مواهب الشباب وتدعم أفكارهم ومواهبهم ليتميزوا في التفكير ويبدعوا في الأداء. وتحرص مدينة الشباب 2030 في كل عام أن تحدث برامجها وتجدد أهدافها، ففي النسخة التاسعة تم استبدال مراكز التدريب الخمسة السابقة بمؤسسات تدريبية جديدة، كما تم تغيير مفهوم التدريب وتحويله إلى تصميم مشاريع عملية واقعية وتكثيف ساعات تدريب المشاركين لتحقيق مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة في دمج الشباب في سوق العمل واحتضان الإبداع وتعريض المشاركين لتجربة أقرب للواقع في متطلبات التدريب ومخرجات سوق العمل. رجعنا لكم مشاهدينا في جولتنا اليومية من داخل مدينة شباب 2030 والورش التدريبية الموجودة فيها. طبعا الورشة الأولى اللي اخترت لكم إياها اليوم هي ورشة الهافركرافت. ورشة الهافركرافت يعتمد مشروعها على تصميم وتنفيذ مركبة تطفو على الأسطح باختلاف أنواعها. شلون ممكن هذه المركبة تطفو؟ شلون راح يتدرب المشاركين على تنفيذها؟ وشلون ممكن أنهم يحولون هذا التصميم من مجرد فكرة إلى مشروع؟ كل هذه راح نتعرف عليه من خلال وجودنا في هذه الورشة، فخلكم ويانا. تهدف مدينة الشباب 2030 في نسختها التاسعة إلى تنويع مشاريعها وورشها التدريبية، وفي هذا العام للتقنيات التكنولوجية المتقدمة الحظ الأوفر. وورشة الهافركرافت مشروع يهدف إلى تصميم وتنفيذ المركبات اللي تطفو على الأسطح بواسطة ضغط الهواء المندفع من أسفل المركبة، فتطفو المركبة على السطح بسبب ضغط الهواء. ولتنفيذ هذا المشروع يجب على المشارك أن يكون محب لمادة الفيزياء، وبما أن مادة الفيزياء من المواد الصعبة لصعوبة معادلتها، توفر ورشة هافركرافت فرصة لتعلم مبادئ الفيزياء بطريقة ممتعة من خلال تصنيع المركبة. فكرة المشروع عبارة عن تصميم هافركرافت. الهافركرافت يعني حوامة هوائية تعتمد على دفع الهواء فيها عشان تكون قابلة يعني انها تتحرك. طبعا الفكرة كانت هي كمثل احنا حطيناها، ستبس احنا نسويهم، وعشان يسوون هذه الفكرة محتاجين ماتيريالز، محتاجين اشياء مثل خشب، المسامير، مثلاً دريلينج ماشين وهالأشياء دي كلها. ففي النهاية إحنا لازم نسوي مشروع إن هما يقعدون على هذه المركبة اللي هي الهافركرافت ويتحركون فيها على سطح من البوليثين. طبعاً أول مهارة هو العمل الجماعي، لأن مثل ما تعرفين العمل الجماعي من أهم الأشياء اللي إحنا محتاجينها في سوق العمل. فإحنا ركزنا على هالشيء عشان هما يشتغلون في جروب واحد. طبعاً إحنا عندنا داخل 3 جروبس، كل جروب مكون من 10 أشخاص يشتغلون على هافركرافت واحدة، فمركزين على العمل الجماعي. ثاني شيء مركزين على موضوع أنهم يتعلمون مبادئ الهندسة الأساسية من ناحية أن شلون يأخذون ميجرمنت، شلون الميجرمنت يطبقونها في أرض الواقع. هالشيء بيخلي حتى الشباب يعرفون بعدين إذا هم عندهم مثلاً ميول حق الهندسة أو لا. طبعاً ما نقدر نقول إن في ناس مو ملمين، في ناس يحبون وناس ما يحبون. فالناس اللي يحبون بالعكس ما شاء الله تشوفين هم اللي يسوون الشغل، بس الناس اللي احس انها ما عندهم انترست في هالشيء نحاول ان احنا نفهمهم. او اكثر شيء انا احاول اسويه ان احنا نخلي المشاركين بينهم بين بعض يعلمون بعض. يعني لما اشوف شخص مثلا يعرف يشرح عدل او وعنده هذه المهاره، احاول حتى ان انا اطور هالمهاره في هو، فاخليه يشرح حق الناس اللي ما عندهم المام بالفيزياء والرياضيات. طبعاً لا، هذه ما أول تجربة لي، شاركت من قبل مرتين يعني في سنتين متتاليتين، كان قبل سنتين شاركت في برنامج Building Bridges، بس هالمرة حبيت أن أنا نسوي يعني شيء جديد، مشروع جديد، شيء يمكن أكثر متطور. فينا بفكرة مشروع الهافركرافت. طبعاً قلت لك إحنا حطينا المثل بس ما كنا نعرف إذا الشيء بيشتغل أو لا، ولكن الحمد لله عقب التجربة أثبت أن إحنا اللي حطيناه على ورقة قاعد يصير في أرض الواقع.
اسمي برير علي وحبيت ادش هالبرنامج عشان اصنع حوامه هوائيه. اسمي عليا ولي، حبيت اني اشارك في برنامج هوفركرافت بما انه هو اول برنامج ساينس اشارك فيه في مدينه الشباب، وهو برنامج يعلمنا شلون نصنع الهوفركرافت بطريقه مميزه ويعلمنا مهارات جديده في الساينس وغيرها. تعلمت اساسيات الانجنييرنج وشلون استخدم يدي بالدرل والحطب. تعلمت اني اصنع الهوفركرافت وتعلمنا نقص خشب بطريقه معينه بالمنشار وتعلمنا شلون نطق درل. هذه ثالث سنه لي في مدينه الشباب وما شاء الله الاجواء وايد حلوه ووايد استمتع هني ويا ربعي. انا اشارك في مدينه الشباب من 2013 وهي اول مره اشارك في ساينس واحس ان المدينه قاعده تتغير كل سنه وسنه للاحسن. جميل لما الواحد يتنوع في أفكاره ومواهبه ويتعلم أشياء جديدة وأشياء ما كان يفكر أنه يتعلمها لصعوبتها أو لصعوبة تكويناتها وآلية تنفيذها، لكن لما يتوفر المكان اللي يوفر التدريب الممتع والتعلم الشيق لكل ما هو صعب ومعقد، هني تنفتح أبواب الفرص للتعلم والابتكار فالإبداع. والحين تعالوا معاي نروح الورشة الثانية اللي اخترناها اليوم. ومن ورشة الهوفركرافت إلى ورشة الرياضة المختلطة واللي هي عبارة عن مشروع تتنوع فيها الأنشطة الرياضية، خلونا نتعرف معكم ونتابع الأجواء الممتعة اللي يعيشها المدرب مع المشاركين من خلال هذه الورشة. كروسفيت، بادي بامب، كيك بوكسينج وغيرها من الرياضات البدنية النشيطة اللي كانت غير منتشرة بين الشباب، وبالرغم من أن فوائدها كثيرة ومفيدة لصحة جسم وعقل الإنسان، واليوم أكثر الصالات والبرامج الرياضية تعتمد على هذه الأنواع من الأنشطة الرياضية لدورها الفعال والقوي لإنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة وتقوية اللياقة البدنية. اسمي محمد الكواري والبرنامج كروسفيت بوت كامب عن الرياضة، وأنا شخص أحب الرياضة وأبي لياقتي ترتفع، فهاي البرنامج المدرب يعطيك أكثر من تمرين أنت لازم تسويهم في وقت محدد، التمرين يقوي اللياقة. اسمي علي العيسرين، مشارك في برنامج ميكس سبورت، يعني كان واحد من يعني مشاريع الصيفية أن أنا بدي نمط حياة جديد، يعني أتمتع بأكثر نشاط يعني من خلال الرياضة، فما لقيت أحلى من هالبرنامج في مكان حلو نفس مدينة الشباب أشارك فيه. المهارات هي أني أكون أمشي على وقت معين، والمهارات هي أقوي جسمي ولياقتي قوة أكثر عن قبل. من خلال البرنامج طبعاً تعلمت وايد أشياء، أول شيء يعني تمارين جديدة أول مرة أسويها يمكن مع مدربين عندهم خبرات وكفاءات عالية ومع جروب وايد حلو، يعني وجودك في جروب مكان يكون يعني الجو وايد مناسب وحماسي أكثر. هذه السنة الثانية لي أشارك، والله مدينة الشباب يعني حلوة، تجمعون الشباب وتشوف تكون شخص اجتماعي تتكلم مع الناس وتتعرف على ناس جديدة. هاي السنة الثالثة لي وثاني مرة في برنامج رياضي، يعني انا طبعا وايد 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 يعني مشجع للفكره وحاب لمدينه الشباب من اول ما شاركت فيها، يعني
نشاط صيفي، مكان شبابي وفي ناس وايد حلوة، وفي الصيف يعني صراحة أنا وايد أحب الفكرة. العقل السليم في الجسم السليم، وبتنوع الأنشطة الرياضية الإنسان ممكن أنه يرفع من لياقته ويمد نفسه وجسمه بالصحة والقوة ويحمي نفسه من الإصابة بالأمراض. طبعاً الرياضة مو بس للصحة، ولكن هي أيضاً كسر لروتين الملل من خلال ممارستنا لمثل هذه الأنشطة الرياضية اللي شفناها داخل الورشة. جولتنا انتهت لليوم، لكن باكر نلقاكم مع ورش وبرامج متنوعة. مع السلامة.